كفته الحياتي معانا، لمقادير كفته الحياتي اللي هي دسمها اقل. ايه بقى؟ نص كيلو لحمه مفرومه قليله الدسم، بس مش منزوعه الدسم عشان الكفته لازم يبقى فيها شويه دسم. بصله مفرومه ومتصفيه من الميه، معانا ميه البصل هنحتاجها بعد كده، كزبره ناشفه، قرفه، جوزة الطيب، توابل كفته، ملح وفلفل، ومعانا بقى 2 شريحه توست اسمر او معانا عيش بلدي. خلاص انا بقى اهو هاخد العيش البلدي. العيش ده انا مش هستخدم التوست الابيض. فاكرين غدا جميل لما كانت معايا في البرنامج وبعدين بقول لها على الفطار هناكل ربع رغيف؟ اتضايقت مني قوي. لا بكده كده يا غدا كلي رغيف فحر، يعني ما تقلقيش خالص. نضرب بقى. طيب هنحط بقى مع البصل عشان يتفرم احسن شويه. بالظبط، شوف هو عايز بيقول الكبه مش عارفه تهضمه. تضربه. هنهضمه ازاي؟ التوابل بقى اللي احنا قلنا عليها بتفرق كتير جدا معانا في الطعم. طيب نضرب تاني. وبعدين ايه، انا يعني مش عايزه اضرب معاها اللحمه عشان مش عايزه اعملها زي الكبيبه يعني، بس ده ابقى ضامنه كله خلاص اتخلط واخده مع بعض بقى. خلاص كده ناخد بقى كله في بوله. طيب بصوا بقى، انا باخد كده حته واروح، ده انا نقعاه في ميه، بروح واخداه وابتدي بقى ايه ان انا شويه كده ميه بصل. نبتدي بقى. نبتدي بقى. بصوا بقى التشكيله دي بتبقى حلوه جدا، اللي هي ضغطه كده شايفين، استنوا نروح ضاغطين عليها ضغطه كده، الضغطات الايد دي بتدي شكل حلو، عارفينها الضغطات دي بتدي شكل حلو قوي. بس ونحطها في ايه، في صينيه يفضل تكون مدهونه زيت. طيب نبتدي بقى هنا على درجه اهو ندخل فيها ايه، الكفته، ودي لسه هنعملها الفحمه. خلاص ماشي، هي ولعت، هي بتطلع اهو دخان فظيع اصلا. نحط بقى شويه زيت نقطه. اتمنى دي ما كنتش انا ولعتها. لا كويس اهو. ونروح بقى مغطيه من كل ناحيه عشان ما نطلعش.